بتاع الملابس بالتقسيط. يا ريت المجتمع يكون بهذه الإنسانية، وكل المسؤولين عن قضية وصول السلع للمواطنين بأشكالها المختلفة يتضامنوا مع الناس بهذا الشكل. أطلقت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مبادرة شراء الملابس بالتقسيط لكسر حالة الركود وتخفيف العبء على الأسرة المصرية. استشعرنا في الفترة الأخيرة أن في حالة كبيرة جدا من الركود في بيع الملابس الجاهزة، وده ناتج عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، زايدة عن السنة اللي فاتت حوالي من 60 ل 70%، وده عمل تأثير سلبي لأن المواطن قدرته على الشراء انخفضت بشكل كبير جدا، وهو ليه حق لأنه ليه أولويات أخرى هو بيسعى ليها. اهتدينا في الآخر أن احنا نعمل نخفف على المستهلك بشكل أو بآخر، أن احنا ممكن نطرح له أن بيع الملابس بالتقسيط. احنا بندرس أن التقسيط يكون من 3 ل 6 شهور، المستهلك هيشتري ويقسط بدون فائدة، اللي هيتحمل سعر الفايدة التاجر المحل اللي انت حضرتك هتشتري منه والمصنع اللي منتجاته بتتباع عند هذا المحل، وهيكون في ستيكر او بادج على باب المحل بيقول ان المحل ده مشارك في مبادرة بيع الملابس بالتقسيط برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة وبنك الاهلي، بنك مصر، بنك سين، بنك صاد. المواطن محدود الدخل اللي ما بيعرفش يعني ايه كريدت كارد وما يعرفش يعني ايه بنك ناصر، احنا بندور دلوقتي على بعض الجمعيات اللي موجوده في المناطق الاكثر فقرا، بحيث ان الجمعيات دي النهارده ممكن تطلع كوبونات او ان احنا ندي الملابس دي للجمعيات الاهليه اللي موجوده في الاحياء. المبادره جيده عموما وارجو ان تنجح. انا لما بقترح انه يكون على الموظفين الحكومه والى اخره ليس معنى ذلك ان انا احجر على اي حل اخر، قد يكون الحل التحت الافضل، ده اقتراحي انا، وارى انه هيفيد في ان هم دول الفئه الغالبه التي اديرت من لكن الحلول الاخرى موجوده وقائمه وبنجري فيها ونرجو ان تنجح. انا بجيب جاكيت لبنتي يعني بيعمل 300 جنيه والله والله العظيم، بنت عندها 4 سنين مش عارف اجيب لها حاجه. في مبادرة هتنزل في الأسواق اللي اللبس يبقى بالتقسيط، رأيك إيه؟ ده جميلة دي، فين هي؟ يا ريت والله. بالنسبة لي هتبقى مفيدة جدا، هقدر أشتري للواد اللي أنا عايزه وكل حاجة يعني. والله يا ريت لو هم هيعملوا أي حاجة للشعب ده بصراحة تساعد الناس اللي معهاش، تبقى مبادرة لطيفة يعني. التقسيط عامة ماشي في كل حاجة، يا ترى في أجهزة كهربائية هقسط ولا هقسط في لبس ولا هقسط في إيه بالظبط؟ يعني الواحد أصلا بياخد كام مرتب عشان يصرفه على الحاجات دي؟ لو بالنسبة للتقسيط ثمنه هيبقى بنفس الثمن الكاش، ما ياخدش مثلا عشان هو مثلا جاكيت ب 200 يبقى ب 300 عشان قسط، لا يعني يبقى ب 200 واتقسط ال 200. طبعا لما هنوصل قال الملابس بالتقسيط في ظل الحالة المعيشية والاقتصادية، الناس كانت ممكن بتجيب عربية بالتقسيط وبتجيب تلاجة بالتقسيط وبتجيب بوتاجاز بالتقسيط، هندخل كمان في الملابس بالتقسيط مش مشكلة، بس يبقى في الوازع الاجتماعي عند الناس بهذا الشكل ونشوف نساعد الناس، خاصة زي ما بقول لكم الملابس الشتوية أسعارها مرتفعة بشكل كبير على اعتبار إن ده يعني ربما هو الشتاء اللي ماشي مع آثار التعويم والآثار الاقتصادية اللي أنهكت المواطن واللي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع في الشتاء، ما يعني وحتى زي ما أنا قلت لكم الناس بتعدي قدام المحلات وخلاص بيقول أنا لبس السنة اللي فاتت هيكفيني السنة دي والسنة اللي بعدها يعني، لكن هتلاقي في احتياجات عند المواطن.